يعطيكم الصحة والعافية، ومثل ما انتم شايفين اليوم احنا بالاستوديو الجديد. على حسب هالفيديو خنشوف راح ننتقل رسميا هني ولا لا، الحين يبيله بعد شوية شغل. فيعني اذا هالفيديو صار فيه خلل بالصوت او بالاضاءة او اي شيء ما يخالف تحملوني. خنقول هالفيديو مجرد تجربة، وحتى القصة اللي بقولها لكم اليوم راح تكون خفيفة دام هي تجربة. يلا خنخربها، واتوقع ما عندكم مانع. من زمان وانا بخاطري ادخل تحدي بقصة، قصة تكون يعني مو الكل يسمعها، او خنقول انا اساسا متعمد اختار هالقصة وابي نوصلها مليون مشاهدة وبيها توصل 50,000 لايك. اوه هالشي مو صعب عليكم انا ادري. زين فارس لوعتك بودنا، قول القصة خلصنا، استديو جديد ومستانس خلاص، درينا مبروك يعطيك الف عافية، خلاص قول القصة فكنا. زين عاد لا تعصبون علي، اخوكم انا حبيبكم. الحين بدش بالقصة. منو فينا ما يعرف قصة ليلى والذيب؟ ايه ليلى والذيب ما غيرها، اتوقع كلنا ربينا عليها وشفنا مسرحيات لها، وامهاتنا دائما يقولونها لنا، وانا واحد من الناس عندي وايد ذكريات مع هالقصة، يمكن علشان كذي اخترتها. وادري الحين وايد ناس بيقولون فارس من صدقك بتقول لنا قصة ليلى والذيب؟ ياهل انت والله من صدقك اخرتها نسمع ليلى والذيب. ايه اسمع ليلى والذيب، شو وراك؟ ايش عندك؟ جيب اكلك حطه قدامك ولا قهوتك حطها قدامك وقعد اسمع القصة. اسمعها وانت ساكت، عاد لا تقعد تكثر حكي، واوعدك وعد ما راح تندم انك سمعت هالقصة، وكلكم راح تستمتعون فيها لاني راح اقول لكم اشياء عمركم ما سمعتوها عنها، وصدقوني بالنهاية راح تحبون الذيب وتكرهون ليلى. انا اعلمكم يا البنات، طول هالوقت قاصين علينا مطلعين ليلى هي المسكينة. المهم ما ابي اطولها عليكم او طولتها عليكم، تعالوا الحين معاي خلينا نشوف شنو سالفة قصة ليلى والذيب. أول شيء تعالوا خلينا نشوف هالقصة هذه من وين جات لنا، منو أول واحد قالها أو منو أول واحد كتبها. مؤلف هالقصة أو كاتبها اسمه شارل بيرو أو شارل برولت مثل ما احنا نسميه باللغة العربية، لكن الاسم الأصح هو شارل بيرو، وهو فرنسي ولد في باريس في 12 يناير سنة 1628 وتوفى في 16 مايو سنة 1703. حلو الكلام؟ حلو. هالكاتب والشاعر الفرنسي هو اللي حط حجر الأساس حق نوع جديد من القصص وسماه بالحكاية الخرافية، وأشهر قصة كتبها هي قصة ذات القبعة الحمراء، وهي نفس القصة اللي احنا اليوم نسميها ليلى والذيب أو ذات الرداء الأحمر. أساسها كان ذات القبعة الحمراء وتم التعديل عليها على إيد وايد كتاب، أشهرهم الكتاب الألمان لغاية ما وصلت لنا نفس ما هي اليوم. القصة اللي احنا تعودنا عليها تقول إن كان في بنت صغيرة وحلوة اسمها ليلى، وكانت تعيش مع والدتها بقرية صغيرة، وهالقرية هذه موجودة بوسط الغابة، غابة وايد حلوة، وكانوا يسمونها ذات الرداء الأحمر. زين ليش يسمونها ذات الرداء الأحمر؟ لأنها دائما كانت تحب تلبس رداء لونه أحمر، وكان هدية من يدتها، وكانت تحب هالرداء لأنه من يدتها. وبيوم من الأيام الربيعية الحلوة والدتها كانت قاعدة تسوي كيك، وبعد ما خلصت حطت هالكيك هذا بسلة صغيرة وعطت السلة حق ليلى، وقالت لها حبيبتي لبسي رداءك الأحمر واخذي السلة هذه ووديها حق يدتك. وصلني إن يدتك مريضة، أنا ما أدري شلون وصل لها، إذا هي بروحها قاعدة مع ليلى بالكوخ ويدتها بالبيت مريضة، دازت لها مسج يعني، كان في تلفونات لا تشذبون علينا. المهم عطتها السلة اللي فيها الكيك، فليلى لبست رداءها الأحمر وتبي تروح بيت يدتها، وقبل ما تطلع من الباب أمها وصتها قالت لها لا تروحين مني ولا مني، أبيك تروحين سيدة لبيت يدتك، وأول ما توصلين عندها خلك مؤدبة وسلمي عليها وشوفيها إذا تبي شيء تطمني عليها وتعالي قولي لي. فقالت لها ليلى أوكي، إيه ما قالت أوكي، قالت لها حسنا يا أمي ولا تخافين راح أروح بيت يدتي على طول. وبعدها طلعت من البيت وكانت ملتزمة بكلام أمها لغاية ما وصلت الغابة اللي عايشة فيها يدتها، وهناك شافها الذيب، لكن ليلى ما خافت منه لأن هي بعدها صغيرة وماكو بقلبها إلا الحب، يعني ما تعرف شيء غير الحب، ما تعرف شنو يعني خبث، ما تدري إن الذيب خبيث. قرب الذيب من ليلى وسألها قال لها أنت شو اسمك؟ فقالت للمسكينة اسمي ليلى. قال لها أنت يا ليلى شم قعدت من الصبح كذي وطالعة وين رايحة؟ فردت عليه قالت له بروح بيت يدتي، أمي معطيتني سلة الكيك هذه وقالت لي روحي بيت يدتك لأنها مريضة. فطالعها الذيب كذي عطاها ابتسامة خبيثة قال لها
إنك فتاة مطيعة. فليلى ما حست إنها الذيب مكار، بالعكس حست بوناسة. شافني هذا المخلوق وقال لي أنت فتاة مطيعة، أكيد بتستانس البنية. وهي أساساً عبالها إن كائن لطيف، فاستانست وابتسمت لابتسامة بريئة. بعدها قالت له شكراً لك يا الذيب، أنت وايد لطيف، وأتمنى إن إحنا نصير أصدقاء. هني استانس الذيب وحس إن خطته نجحت، وخلى ليلى تثق فيه، وهالشي راح يخلي خطته تصير أسهل. فانتهز الفرصة وقال لها تعالي ليلو، وصاروا ربع. فعلى طول قال لها ليلو، طيح الميانة، قال لها تعالي ليلو، بيت يدتك وينه؟ قولي لي يصوب بيت يدتك، خلنا نتسابق لهناك، هنشوف من يوصل اول. فقالت له انت روح هناك لاخر الغابه، وراح تلقى كوخ خشبي شكله غريب وشكله وايد حلو، مختلف عن باقي الاكواخ، هذا هو الكوخ اللي ساكنه فيه يدتي. الاخت فلصت على طول قالت له، فقال لها الذيب خلاص، هم عطاها هذه ابتسامته الخبيثه، قال لها خلاص، انت روحي من هالطريق وانا بروح من هالطريق، وخلنا نشوف منو راح يوصل اول. فراح الذيب وتحرك بأقصى سرعته يبي يوصل قبلها، وبنفس الوقت هم ليلى راحت بالطريق اللي قال لها عنه الذيب. لكن وهي رايحة شافت بطريقها أزهار حلوة أو ورد شكله حلو، ولأنها تحب الورود ما قدرت تقاوم نفسها، ومسكينة على نياتها قالت خلاخذ كم ورد أعطيهم حق يدتي، أنا أدري إن أعطيتها ورد هالشي راح ينسيها مرضها وراح تستانس وايد، وحتى أمي راح تستانس إذا قلت لها وديت ورد حق يدتي. فنسيت توصية أمها لها وراحت حق الورد علشان تأخذ منه حق يدتها. وبهالوقت اللي كانت ليلى قاعد تقطف الورد، الذيب وصل عند بيت يدتها. أنتوا بعد تدرون إن الذيب عايش من زمان بالغابة ويعرف كل الدواعيس، شيطان شيطان. والأخت هم بعد تأخرت وراحت تيب ورد، فوصل قبلها لبيت يدتها، وأول ما وصل طق الباب. وانتو تدرون ان جدة ليلى مريضة وقاعدة بالفراش، فما قدرت تفتح له الباب، فسألت وهي منبطحة بالفراش، قالت منو اللي قاعد يطق الباب؟ فقال لها الذيب وهو مغير صوته، انا حفيدتك، انا ليلى. فقالت اليد، انت ليلى، خلاص على البطل الباب ودشي. والله الذيب مؤدب يعني، فوق كل هذا طق الباب وما رضى يدخل الا لما تقول له تفضل. اكو اطيب من هالذيب؟ ذيب ذرب. فدخل الذيب على يدة ليلى، وأول ما شافتها خافت وحاولت أنها تصارخ علشان أحد يلحقها، بس ما قدرت، فمسكها على طول حبسها بالخزانة وأمرها أنها ما تطلع أي صوت. قال لها شوفي، إن طلعتي صوت راح أكلك، راح أنتفك، المسكينة مريضة وعيوز خافت. فانسدح الذيب بسريرها، لبس نظارتها وتنكر بملابسها، ونطر ليلى توصل. وهني وبهالوقت وصلت ليلى بيت يدتها، بس ما شافت الذيب، قالت وين هذا الأثول؟ وقالنا بنتسابق أنا وياه، بس قالت ظاهر انه ما يبيه، فخلاص ما اهتمت بالموضوع. وهي جاية اساسا بيدها ورد ومستانسه بتشوف يدتها، قالت اه بالطقه، جيت ولا ما جيت كيفك. واول ما وصلت بيت يدتها طقت الباب، فحاول الذيب يقلل صوت يدتها وقال لها منو اللي جاي يطق الباب؟ فاستانست ليلى ان يدتها ردت عليها، قالت لها انا ليلى، جايبت لك معي شيء وايد حلو. فقال لها الذيب وهو جاي يقلل صوت اليده، اوكي حبيبتي تفضلي، تعالي يلا بسرعه دشي، انا ما اقدر اقوم افتح لك الباب. فدخلت ليلى وباست راس يدتها اللي هو الذيب مو يدتها الصجيه، وحست بشيء غريب. لما باست راس الذيب اللي هو عبالها يدتها، حست بشيء غريب، انا متاكد ان ريحه شعر الذيب ريحته خايسه اتوقع يعني. فقالت يمكن انا من زمان مو شايفه يدتي فعلشان كذي متغيره علي، طبعا ما لكم شغل بالريحه هذه من عندي يعني. وهم حست بهدوء يدتها الغريب، قالت حق نفسها انا بالعاده يدتي لما يجي لها تكون وايد مستانسه، تسولف معاي، تقول لي قصص، ايش فيها اليوم ساكته كذي؟ فقاطع الذيب الافكار اللي قاعده تدور براس ليلى، وقال لها الله حبيبتي انت جايبت لي ورد، مشكوره يعطيك العافيه. هني لما سولف الذيب شويه مع ليلى اطمنت، فاخذت الورد وحطتها بالمزهريه وحطت له ماي وحطتها عند راس اليد. بس لا، لما جات وقعدت عند يدتها شافت الشكل متغير، لعيبه لا هذه مو يدتي، ايش في شكلها صار كذي؟ معقوله المرض يعني؟ فقررت بكل براءة أن تسألها، قالت لها يدتي أنت ليش عيونك كبار كذي؟ فقال لها الذيب المتنكر علشان أقدر أشوفك فيهم، يعني إذا عيوني مو كبار شلون بشوف هالوي الحلو هذا؟ فلاحظت ليلى شيء ثاني غريب، قالت لها يدتي زين أذونك ليش طوال؟ فقال الذيب بينه وبين نفسه ولا إيش الله بلانا بهذه وراضي تفكنا. فرد عليها وقال لها علشان أقدر أسمع صوتك الحلو فيهم. بعدها طالعت حلج الذيب، فقالت لها يدتي زين حلجك صاير هالطول، ليش حلجك وايد كبير؟ هني الذيب زهق، كان يقوم يكشر عن نيابه ويبطل حلج العود هذا ويقول لها علشان اكلك فيهم. فحاول انه ينقض عليها، لكن ليلى بسرعه تحركت وانحاشت وقامت تصارخ بعلى صوتها. فهني سمع صراخها واحد من الصيادين، كان مار بالصدفه، فركض الصياد ورفس الباب ودخل على طول داخل
داخل البيت. هني شاف الذيب حاكر ليلى بالزاوية وتوه كان يبي ياكلها، فعلى طول طلع المسدس ماله ورمى الذيب ونجح انه يقتله. هني ليلى كانت قاعدة تبكي عبالها ان الذيب اكل يدتها، فقامت تدور على يدتها مع الصياد داخل البيت لغاية ما لقوها داخل خزانة، فطلعوها مع بعض وحضنت يدتها وقالت لها اني انا وايد ندمانة لاني ما سمعت كلام امي ويت لك على طول البيت، ومن اليوم ورايح راح اسمع كلامها وما راح اسولف مع اي شخص غريب اشوفه بطريقي. فقالت لها يدتها ما علي ما يخالف وهذا درس راح تعلمينه، وشكروا اثنيناتهم الصياد انه ساعدهم. وظلت ليلى مع يدتها طول اليوم وهي سعيدة انها بخير ويدتها هم بعد بخير. هذه الرواية اللي احنا متعودين عليها، وهم في لها نهاية ثانية هم يمكن الكل سمعها، ان الذيب اكل يده وكان يبي ياكل ليلى لكن ما قدر، وليلى صرخت ويا الصياد وقتل الذيب وفتحوا بطن الذيب وطلعوا اليد من بطنه. وبنهاية القصة نفس ما قلت لكم انصحوا ليلى ان تسمع كلام امها. لكن وانا قاعد ادور لكم قصة ليلى والذيب لقيت قصة ثانية واتوقع انها هي القصة الحقيقية، وعلى حسب مصادري ان القصة هذه قالها حفيد الذيب. الذيب هذا اللي قاعد يتكلمون عنه بالقصص عنده حفيد، وحفيده هو اللي نقل لنا هالقصة. انا مصدقه انتم مصدقينه كيفكم، بس انا حفيد الذيب اعرفه، احنا ربع انا وياه ما يكذب. يقول حفيد الذيب ان يدي كان ذيب لطيف مسكين يكسر الخاطر، صدق انه هو يحب ياكل اللحم بس ما يحب الافتراس، علشان كذي قرر يدي انه يصير نباتي وما يؤذي احد لاخر يوم بعمره، يعني حتى الذيب طلع فيجن. هذا الحين حفيد الذيب قاعد يقول لنا هالقصة ويكمل كلامه ويقول: وبنفس هالمدينة في بنت شريرة اسمها ليلى، وكانت ليلى هذه تعيش مع يدتها، وكل يوم تطلع ليلى من بيتهم تنتف الورد وتشلعه وتخربه، ما عندها شغل الا تخرب بهالورد، كل ما تشوف ورد ومنظر حلو قدامها تخربه. هذه ليلى الصجية ها، ويدي الذيب المسكين دائما يكلمها وينصحها: يا ليلى لا تسوين كذي، الورد شكله حلو لا تشلعينه لا تخربينه. لكن ليلى ما كانت تسمع كلامه، وبعد ما يأس يدي من كلامه مع ليلى واكثر من مرة نصحها بس ماكو فايدة دائما تخرب الورد اللي موجود، قرر انه يروح حق يدتها ويكلمها بخصوصها: يبا شوفوا بنتكم مسكوها، ذبحتنا احنا نزرع وهي تشلع. ليلى وش فيك انتي؟ خبلة. لكن لما راح الذيب المسكين بيت يدت ليلى، اليد لما شافتها خافت من شكله ومسكت عصاتها وهاجمت الذيب قبل لا ينطق بكلمة. ولما بدأ هو يدافع عن نفسه طاحت اليد على الأرض وطق راسها بحافة السرير وماتت على طول. فلما شاف يدي الذيب المسكين اللي صار حزن على اليدة وقام يفكر بالطفلة اللي اسمها ليلى، قال: الحين ليلى راح تي وراح تلقى يدتها ميتة، من راح يطبخ لها؟ من راح يساعدها؟ شلون راح تعيش بدون يدتها؟ والله العظيم قلبه طيب هالذيب. فكر يدي انه يلبس ملابس اليدة علشان ليلى لما تشوفه تقتنع انه هو يدتها، وكل هذا علشان لا تعيش بروحها ويعوضها عن الحنان اللي راح تفقده. لكن ليلوها الشريرة هذه لما وصلت البيت وشافت ان منظر اليدة مختلف وشكت ان هذا هو الذيب بس متنكر، قامت تصرخ وجمعت الناس كلهم بالبيت لغاية ما وصل الصياد وقتل يدي الذيب المسكين، وطلعوا اشاعة بين الناس ان الذيب هو اكل يدة ليلى. يعني حتى قصة ليلى والذيب طلعتوا الذيب المسكين وهو المجرم، وليلى لأنها بنية إيه المسكينة. عرفتوا الحين القصة الصجية شنو؟ عموما أنتوا عندكم قصتين الحين، القصة الأولانية وقصة الذيب المسكين، أنتوا أي واحدة مصدقين فيهم؟ أنا بالنسبة لي أتوقع تدرون أي واحدة أنا مصدق. فدخلت يده شنو دخلت يده؟ أنت ليش عيونك كبير كذا؟ أنت عيونك كبير؟ الله الله. فقررت بكل كانت هالقصة مجرد قصة كذي نجرب فيها الاستوديو الجديد، وهم ندخل بتحدي ان نوصل هالقصة حق عيالنا يمكن يستمتعون فيها. انا دائما قاعد اسوي قصص قتل وجرائم وفي ناس قاعدين يسلمون علي برا اعمارهم وايد صغيرة، فقلت يلا خل اسوي لهم قصة يستانسون فيها. لكن ان شاء الله اذا امور الاستوديو كلها تمام ترقبوا القصة الجاية راح تكون افتتاحية الاستوديو، وقولوا فارس ما قال. فعلشان كذي الحين اقول لكم وصلنا لنهاية قصتنا، اتمنى انها عجبتكم. فاذا كنت اول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، واذا كنتم من ربع حبايب القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء اول باول، وهم لا تنسون تطلون على المصادر علشان تعرفون على الموضوع اكثر. اي نعم حتى قصة ليلى والذيب احط لكم مصادرها. يبانا فارس عاشور مو اي واحد. بالنهاية اقول لكم احبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحة والعافية، كان معكم اخوكم فارس عاشور، مع السلامة.